اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نروح مباشره على الهاتف. معانا النجم الكبير نجم النادي الاهلي السابق ومنتخبنا الوطني كابتن مختار مختار. يا كابتن مختار ازاي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك يا اسلام. الحمد لله وحشنا جدا. ربنا يبارك فيك يا كابتن اسلام. ربنا يخليك يا ربنا يبارك فيك. كابتن مختار قول لي كده، انت لعبت كام ماتش اهلي وزمالك؟ مش لازم تحديدا يعني، لكن قد ايه؟ انا يعني من فضل الله من فضل الله من ساعه ما لعبت لغايه ما انصبت لعبت تقريبا كل الماتشات بتاع الاهلي والزمالك، بس مش فاكر كام. كام سنه يا كابتن؟ يعني مثلا 7 8 10 سنين؟ 8 في 2 على الاقل 16 17 على الاقل 16 مباراه. صح؟ نعم ايوه نعم. طيب كيف تفكر في هذه المباراه؟ انا بتكلم هنا بشكل عام، لما كنت لعيب ولما كنت طبعا مدرب في النادي الاهلي. يعني بالنسبه لماتش اهلي ولا اهلي او اهلي وزمالك؟ يعني اهلي وزمالك. لا اهلي وزمالك دايما يعني اكيد ان هو ليها زخم يعني مختلف عن الماتشات كلها. طيب. ودي طبعا راجعه برضه لمكانه الفرقتين واهميه جمهور الفرقتين وعددهم. يعني في حاجات كتيره جدا الماتش اهلي والزمالك بيبقى بيختلف عن ماتشات كتيره جدا او معظم الماتشات يعني. ايوه. حتى في اوقات بيبقى الاهلي غير مؤهل انه يكسب، او يعني الفرقه اقل. في فترات لفترات الزمالك مش مؤهل انه يكسب واقل بكثير من الاهلي. لكن نتيجه المباراه دايما بتبقى معلقه في المباراه نفسها، لانها في اوقات كتيره جدا جدا الماتشات ديت بتبقى انتاج كويس جدا جدا للعيبه. يعني في ماتشات لغايه دلوقتي احنا فاكرينها، كان في الكابتن ريع وعلم مطل وبتاع اشتغلوا في ماتش ماتشات اهلي وزمالك، وبقى بعد كده اساميهم بقت ذات طبل في ماتش من الماتشات دي، وهكذا الزمالك كمان. فالماتشات دي الصراحه زخمها ما شاء الله دايما بيبقى عالي قوي، خصوصا كمان بقى الماتش دوت كمان اتعمل له يعني بالبروباجندا اكيد عاليه جدا جدا جدا، راجعه كمان لان الماتش بيتلعب في السعوديه والاعلام متسلط عليه بشكل كبير جدا، مش اعلام مصري بس دلوقتي، ده بقى اعلام يعني الوطن العربي. وكمان اكيد ان في الماتشات دي بتبقى باينه في معظم بلاد كثيره يعني، فاكيد ان الكلام دوت الماتشات ديت ما شاء الله بيبقى زخمها عالي جدا، خصوصا كمان الماتش ده. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي ان لما الاهلي ساعات بيبقى افضل مش الافضل وبيكسب، والزمالك نفس الكلام. المباراه القادمه من وجهه نظرك الفنيه كيف تراها؟ لا هي صراحه يعني يمكن الزمالك كان الفترات اللي فاتت عايش في فترات اقل بكثير من النادي الاهلي. الفتره ديت انا شفت يمكن حتى الماتش اخر ماتش النادي الزمالك، حتى بالرغم ان هو كسب في اخر المباراه، لكن كان بيأدي اداء يعني اكيد كان كويس جدا، ودي برضه بتدل ان هو الزمالك حتى يعني خطوات الصعود بتاعته في الاداء افضل بكثير جدا من الماتشات اللي فاتت. الاهلي كذلك يعني الاهلي بيعيش في حاله مثلا ما شاء الله حاله هايله جدا جدا، برغم ان الماتشات الاخيره بتاعته يعني يمكن اقل من الطبيعي بتاعه، لكن انا دايما بقولها كده ان لعيبه النادي الاهلي في ماتشات معينه الزخم بتاعها بيبقى بيرتفع بيهم للحدث نفسه. قبل ما يسافروا كاس العالم اللي هي بتاعت ماتشات كاس العالم ماتشاتنا كانت اقل بكثير. صحيح. انا قلت كده ان احنا فرقتنا بترتفع مع الزخم بتاعها، مع اهميه الماتشات واهميه التوقيت بيطلعوا بشكل بيعلوا بشكل عالي جدا جدا، فكذلك اكيد الماتش دوت وزخمه اكيد برضه يعني فرقه النادي الاهلي ممكن ترتفع للحدث نفسه وتبتدي تأدي الاداء بتاعها الطبيعي العادي اللي هو يعني ممكن يؤهلها ان هي تكسب يعني. لكن الماتش لكن فرقه الزمالك في حاله فنيه كويسه يعني. فرقه الزمالك من وجهه نظرك في حاله كويسه فنيا عن ما قبل جوميز؟ ايوه من قبل طبعا. انا بنتكلم في كده. لكن النادي الاهلي يعني انا في بدايه كلامي يا كابتن قلت انه وجهه نظري طبعا انا الشخصيه انه نادي الاهلي افضل من نادي الزمالك، ولكن ماتشات الاهلي والزمالك دايما ليس ليها ما نقدرش نقول فيها حتى الافضل فنيا هو اللي هيكسب.
وانا معاك في الكلام دوت 100%. اهم نقاط القوه بقى اللي موجوده في نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ يعني انا زي شايف ان يعني حته الثقه اللي هي رجعت لهم اكيد ان هي نقطه قوه، يعني اكيد تفيدهم بشكل كبير جدا. يعني ان هم يعني انا زي ما بقول لك الماتش الاخراني هم داخليه اللي هو داخليه كسبوه في اخر المباراه، لكن ادائهم وين ان الايه ان الريتم او الرسم البياني بتاعهم بيرتفع بالنسبه للاداء. نعم. وده امر طبعا كان ظاهر في الماتش بشكل كبير جدا، واكيد مكسبهم للماتش ده كمان هيديهم ثقه يعني ممكن يعني نشوفها في الماتش ان هي فيه يبقى فيها اداء افضل بكثير. وبعدين خلي بالك اسلام الثقه كمان بصراحه بتبقى مهمه قوي، مهمه لاي فرقه. اذا كنت عندك ثقه وعندك ثقه في المكسب وانت شايفه بشكل كويس اكيد ممكن ده، بس ده كمان ما هو عند النادي الاهلي بالظبط، والاهلي ممكن الاهلي يبقى الريتم بتاع هذا الامر اعلى بكثير. النادي الاهلي ماشي في ريتم ما شاء الله، يمكن الاداء اقل لكن بيكسب وبيكسب ماتشاته كلها. وزي ما انا بقول لك انه الريتم عنده بيرتفع عند مستوى الحدث، ومستوى الحدث ده حدث كبير جدا. يعني كابتن مختار، اصابات خلال الفتره السابقه في النادي الاهلي وحتى الان يعني مجموعه كبيره من اللاعبين الكبار اللي لهم تاثير ايجابي، خلاص منهم 100% من لن سيكون متواجد في المباراه، ومنهم من لسه الناس يعني بيتم اختباره. شايف ده هيؤثر بشكل سلبي، او مجموعه اللاعبين دول هيؤثروا بشكل سلبي على النادي الاهلي وعلى ادائه؟ لا ما اظنش. النادي الاهلي ما شاء الله الذخيره عنده يعني ما شاء الله، يعني عنده مجموعه من اللعيبه تقدر تعوض بشكل كبير جدا، وانا شايف برضه مجموعه كمان كويسه جدا واقفه على حيلها بشكل كويس متواجده. حتى لو دخل معاهم واحد ولا اثنين ما كانوش في الحسبان لاي سبب الاسباب، اكيد ان هم يعدوه معاهم. فده امر يعني الاهلي يقدر يعوض اي حد ممكن يغيب عن المباراه. وحتى شفنا مثلا شوبيل والشناوي، الشناوي شوف كان عامل ازاي، ولما شوبيل بيلعب دلوقتي كام ماتش لغايه دلوقتي ما شاء الله ما دخلش فيه ولا جول. بيفكرك يعني بابوه يا كابتن ولا لا؟ نعم. يعني ما شاء الله. فانا بقول لك يعني لما يلعب كذا ماتش وهو يعني كان، ودي برضه خلي بالك يا اسلام، انا يعني انا دايما اقولها اني في اوقات من يعني في اوقاتنا ما ينفعش ان انا اقعد يعني اذا كانت لي فرصه ان انا لعب اي لعيب في اي ماتش من الماتشات، لان جت لي الفرصه. انا شفت يعني شايف صراحه ان الشناوي كان الفتره اللي فاتت بيلعب كل الماتشات، ماتش قوي ماتش ضعيف ماتش متواضع ماتش كان على طول ده. انا شايفها ان دي يعني اكيد ان دي يعني فيها سلبيه بصراحه. يعني انا اتمنى يعني ان شاء الله ان السلبيه دي بقى، انا شايف ان يعني دلوقتي المدرب بقى حتى بيعمل التدوير ما بين اللعيبه بشكل افضل بكتير. اتمنى ان شاء الله ان يستمر الكلام ده، وما فيش حد لعيب يقعد مثلا 10 12 ماتش ما يلعبش. انا اتذكر يا كابتن، انا اسف، انا اتذكر ايام ما كان مانويل جوزيه وحضرتك ومجموعه المجموعه الفنيه الاداره الفنيه للنادي الاهلي في 2004 2005 كانوا دايما الماتشات الدوري مثلا كان عصام الحضري اللي بيلعبها، ماتشات الكاس كان امير او بعد كده نادر لو تفتكر يعني. وعلى فكره دي بتتعمل في كل الفرق الكبيره العالميه. يعني في ماتشات الكاس بيديها للجون الثاني. ما هو خلي بالك برضه يا استاذ، في وقت من الاوقات اللي احنا فيه دلوقتي، هو الشناوي قاعد ليه؟ هو قاعد عشان هو وحش ولا فنيا؟ اصابه. ولا هو قاعد مجبر ان احنا مقعدينه لان في اصابه؟ مجبر. واخده لاي حد، فبالتالي ما ينفعش ان انا افضل يعني 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 بلاعب في لعيبه معينه كل الماتشات، ولما اجي في وقت من الاوقات الزني ما الاقيش البديل، حتى لو البديل موجود، ما هو موجود بس لما هيخش هياخد له بتاع 5 6 ماتشات عشان يخش يكون الثاني رجع. الامر برضه محتاج فعلا يعني ايه، اكيد ان هي حته فنيه ان شاء الله المدرب ان شاء الله يقدر يعملها بشكل كويس. يعني اهم نقاط القوه الفنيه جوه فريق الزمالك، يعني لما نيجي نتكلم عن زيزو، لما نيجي نتكلم عن مصطفى شلبي، لما نيجي نتكلم عن شيكابالا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، مجموعه اللاعبين اللي بيلعبوا دلوقتي في الناحيه الهجوميه في نادي الزمالك.
نعم، هو عشان كده احنا بنقول يا اسلام ان الزمالك في حاله احسن، يعني مما قبل. عشان كده بقول لك الماتش صعب جدا جدا، لان برضه دول لعيبه ولاعيبه مؤثرين واحوالهم الفنيه كمان بتفرق كتير جدا 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 في نتيجه المباراه. طبعا. عشان كده بقول لك الماتش ماشي، اتمنى ان شاء الله بقى ان احنا ناخد من فرقتين احسن حاجه عندهم، لان احنا فعلا محتاجين ان احنا محتاجين نتفرج على ماتش حلو. صح صح، محتاجين نشوف ماتش كويس ويبقى في متعه في الكوره. يعني احنا في مشاكل كتير دلوقتي الفرقتين بيكسبوها، بس بعيدها عن متعه الكوره، ما بنحسش بالحلاوه اللي هي يعني كنا بنحس بيها. احنا محتاجين كده، لان الكوره خلي بالك في الاول وفي الاخر متعه. صحيح. وهي دي اللي احنا يعني بناخدها من الكوره، لكن ما في ساعات بنكسب والواحد طلع زعلان، والواحد طلع حاسس ان فرقته ما اديتش بحاجه وما تستاهلش المكسب. فاحنا فعلا محتاجين متعه في الكوره. اتمنى ان شاء الله ان الفرقتين يعني يمتعونا في الماتش ده، بس كمان لو عشان يمتعونا لازم يفضوا بس للكوره وما فيش اي حاجه تاني تشغلهم، يعني سواء تحكيم سواء يعني اي حاجه تاثر علينا في المباراه. وبعدين كمان مهم قوي كمان يعني حته ان احنا نطلع واحنا مبسوطين قوي 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 من التعاملات بتاعتنا مع بعضين، سلوكيات ما شاء الله. دلوقتي احنا شفنا المبادره اللي اتعملت مبادره هايله جدا جدا، احنا عايزين المبادره دي يبقى ليها تاثير على المباراه دي في التعامل جوه الملعب، لان دي كمان يعني هتبسطنا جدا جدا وهتحسسنا ان ايه المبادره دي جايبه اثار ايجابيه هايله جدا جدا حتى جوه الملعب اللي احنا فعلا محتاجين نشوفها بشكل كويس. كابتن مختار، رسالتك للاعبين في مثل هذه المباراه؟ هي دي اللي انا اقصدها، السلوك، ان احنا ان الماتش ده يطلع يعني مثالي في التعاملات بيننا وبين بعضينا، وتبقى دي رساله للناس كلها في اولا هنا في مصر، ورسالة كلها بالنسبة لمعظم الدول. دي رسالة للعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك كمان. لا طبعا أنا بقصد الاثنين. طبعا أنا بقول المبادرة بتاعت مجلس إدارة، عايزين يعني أكيد المبادرة دي بالنسبة للفرقتين بالنسبة للناديين، أكيد إن إحنا عايزين المبادرة دي تبقى سلوكياتها باينة ما بين اللعيبة جوه الملعب، لأن دي هتفرحنا أكثر بكثير جدا من النتيجة. حقيقي. وبعدين انا اكيد كل واحد فينا عايز فرقته تكسب، لكن في الوقت نفسه اي فرقه ثانيه تكسب احنا نبقى راضيين ونطلع مبسوطين والامور تبقى يعني ماشيه بشكل كويس ويبقى ليها رد الفعل الايجابي عندنا كلنا، ان لما حد يكسب نقول له الف مبروك، ده حاجه كويسه. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن مختار مختار. الحقيقه الواحد بيتعلم من مثل هؤلاء الكباتن الكبار اللي ليهم شخصيات مهمه وليهم كلام مهم ولهم سلوكيات مهمه.